ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤال حضرتك. أيوه يا دكتور أشرف. تفضل. أنا الحاج مسعد، أنا معلش أنا منوسب فيك، أنا شفت رؤية لحضرة النبي. عليه الصلاة والسلام. رؤية حلوة. عليه الصلاة والسلام. أنا لقيت واحد يقوم من النوم والميكروفونات اللي في الدنيا بحالها بتقول الله أكبر الله أكبر الله، ولقيت واحد يقوم من النوم قال لي يلا قوم عشان نصلي الفجر مع حضرة النبي. صلى الله عليه وسلم. فقمت لقيت حضرة النبي فعلا قاعد على المنبر كده، بسم الله الله أكبر، ومن النور مش قادر نشوفه، مش قادر نور عليه، حاجة يعني حاجة جميلة. فقلت له حضرة النبي، قال لي آه. لقيت في ناس نايمين تاني كده قدام المنبر، بنقول له دول يا جلدي الصحابة. قلت له طب دول هيصلوا معانا؟ قال لي اه هيصلوا معانا، بس دول ميتين، هزوا دماغهم شمال ويمين كده. فحضرة النبي قال لي خد السناية دي وحطها في البرميل وروح على الميضة اتوضى. فخدت السناية وحطيتها في البرميل، قال لي عدي حضرة النبي صلى الله على محمد. رحت على اللي هناك على عدي، لقيت السكة مفتوحة. رحت هناك على الميضة اتوضى، لقيت في واحد معاه سجارة، قال لي انت جاي ليه؟ عارفه الواحد ده بس ما نذكرهوش. قال لي يا عم اطلع بلا وضوء بلا صلاه بلا بتاع، الغرض ان انا طلعت. وانا رحت الرؤيه دي كانت قديمه مع ايام الشيخ جاد الحاج علي جاد الحاج. رحت الازهر، فربنا اكرمني بين الدكتور محمد عبد الواحد، اداني كتاب الله، اداني مصحف كبير عليه الازهر، وقال له قول لا اله الا الله على طول، واشكر ربنا واحمد الله. حلم جميل قوي يا حاج مسعد، ده حلم جميل قوي يا حاج مسعد. انت عند حضرتك كام سنه؟ انا طبعا منوثق فيك والله يا حاج اشرف. عند حضرتك كام سنه؟ انا عندي دلوقتي 73 سنه. ربنا يديك الصحه. طيب اسمع تعليق، اسمع تعليق الشيخ اشرف. معانا اتصال تاني. ليلى اهلا، مساء النور. طب معلش يا ليلى حاولي تكلمينا تاني. تعليق حضرتك يا فضيلة الشيخ. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام هي رؤية حقيقية. هذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إيه تأويل الرؤية أو ليه حصل؟ إحنا قلنا شرط إن المعبر لازم يكون عنده علم بحال الراوي، بحال الرأي اللي شاف. فدي قصة يعني مش نقول على الهوى او نقول في التلفزيون مثلا، انا لازم اكون عارف الشخص وعارف حاله وعارف كذا عشان تبدأ تعبر. لكن الموجز من الرؤية كلها، واحنا مش بنفسر طبعا الاعلام، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني، فهذا قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بشرى طيبة يحتاج من خلالها إلى تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلها اقرأ قرآن، نعم. اذكر ربنا، نعم. يعني جميلة، نعم.